فرح، رح نحكي عن موضوع كتير مهم. كتير من الشباب بيكونوا بحالة ضياع، ما بيعرفوا شو بيحبوا، ما بيعرفوا شو الفرع اللي ممكن يعني هنن يروحوا يعني يدرسوا. اهتماماتهم ممكن تكون مضطربة شوي، ما بنعرف نحن يمكن أي فرع ممكن ندخله، يمكن كتير أشخاص نحن منهم فتنا شوي بهي الحيرة. صحيحة، يعني أنا بتذكر حالي ما حددت شو بدي لبعد ما طلعت نتيجة البكالوريا. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو كيف نحن نقدر نعرف خياراتنا، توجهنا ومستقبلنا. هو الهدف يلي ترجم بطريقة مبتكرة وجديدة بثلاث أيام استثنائية على مدرج جامعة دمشق، حيث عقد المؤتمر الأول لبرنامج التوجيه التخصصي للأجيال الذي أقامته مؤسسة هنا هوية التنموية بالتعاون مع وزارة التربية. نحن فعلا بحاجة مثل هي المؤتمرين يلي أكيد تمكينهم ومساعدتهم في تحديد مسار حياتهم ومستقبلهم. لنتعرف أكثر على عمل المؤسسة ضمن فقرتنا الصباحية، بستنى أكيد نرحب بالسيدة ماريا سعادة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي التنموية. يسعد صباحك. وصباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نبدأ بالمؤتمر ونحكي أكثر عن تفاصيله، خلينا نتعرف أكثر على هنا هويتي ونشاطاتها. الحقيقة هنا هويتي مؤسسة نشأت يعني من مخاض الحرب الحقيقة على سوريا، والأثار يلي تركتها وخاصة عند الشباب يلي ذاكرتهم اليوم يلي هن من عمر 15 سنة لل 18 سنة، هن ذاكرتهم كلها ذاكرة حرب. فقديش نحن بحاجة لنرجع نعيد تذكير أو إعادة إحياء بذور الهوية بهذا الجيل الشباب، نعرفه أكثر على سوريا، على تاريخها، على ثقافتها، على جغرافيتها يلي ما قدر ما أتاحت له الحرب أنه يتعرف عليها، يتعرف أكثر على فنانينا، على الحقيقة كل مجالات الحياة. اليوم بنعرف أنه اليوم براس الشباب في فكرة الهجرة كثير، قديش نحن بحاجة لنبني عند الشاب سواء كان بريد يضل بالبلد أو بده يسافر، على القليل يكون عنده بذور الانتماء، معرفته لبلده يشكل هويته، يطلع بشخصية قوية. اليوم العالم صار عالم خارج الحدود، يعني ما عاد في حدود بتحد نشاطه، وبالتالي قادرين نحن نصنع من شبابنا السوري شباب منتمي وين ما كان يكون، ويعيد يعني دعمه لبلده، بيقدر يعطي بلده أو يفيد من أي مكان كان. والحقيقة بالمؤسسة عندنا مجموعة برامج، البرنامج اللي عم نشتغل عليه الأول هو برنامج أجيال، يتألف من ثلاث مراحل أو ثلاث مشاريع أو ثلاث برامج ضمن هالبرنامج هاد. أول مرحلة هي يافعين فاعلين، يلي هي مرحلة تدريب وتنمية للشباب، بتتضمن دمج ما بين مهارات الحياة وما بين القيم، وتعزيز القيم الإنسانية، تعزيز الانتماء، الهوية وما شابه، طبعاً بنشاطات تفاعلية. بعدين مننتقل لمرحلة تانية، طبعاً هون بالمرحلة الأولى بيقدموا مشروع يتضمن كمان تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فبتكون هي عملية تدريب للشباب. المرحلة الثانية اسمها نادي أجيال، الشباب هنن بيديروا هي المرحلة، هنن بياخدوا مهام وبيشتغلوا بطريقة تفاعلية لتحقيق جزء من المشاريع يلي طرحوها، وتحمل المسؤولية الاجتماعية وبالتالي إلى فائدة على الآخرين. هيك منحول الشباب من شباب من شاب حيادي أو لا مبالي أو متأثر من الحرب إلى متفاعل وفاعل أكثر في المجتمع. المرحلة الأخيرة يلي هي برنامج التوجيه التخصصي أجيال كوب، يلي بيساعد الشباب ليتعرفوا على شو الجديد اليوم بالعالم من عالم التعليم العالي والعالم المهني. نحن اليوم أمام مرحلة تغيير عالمي كتير كبيرة بالعالم المهني الحقيقة. دخول التكنولوجيا وغزو التكنولوجيا بكل المجالات أصبح متاح عالمياً، ليش ما يتاح للسوريين؟ يعني أنا بعتقد أنه الحرب ما ممكن تكون عائق قدامنا أمام هذا العالم الافتراضي اللي قادرين أنه نقدر نوصل له.
فأطلقنا برنامج توجيه التخصصي من رئاسة جامعة دمشق لحتى نقدر نقدم عبر منصة افتراضية وعبر حضور شخصي مجموعة كبيرة من الخبراء بكل المجالات يلي يقدروا يعكسوا للشباب شو عم بيصير جديد من تخصصات لحتى نقدر نوسع المروحة قدام الشباب. بس نحكي شوي عن هي النقطة بالتحديد، مشاركات عربية وأجنبية كانت خلال المؤتمر، خلينا نحكي عن هي المشاركات، شو قدمت سواء من أفكار سواء من دعم، كيف كان التفاعل؟ طبعا اليوم ما فيكي تعملي هالخطوة هي بدون شراكات. طبعا اول شيء مشكوره وزاره التربيه يلي هي كانت داعم وشريك استراتيجي للمشروع، اتاحت لنا المجال لنقدر نتوسع بالمشروع مع المدارس، وكثير من المدارس كانت مشاركه معنا. نحن امام منصه افتراضيه، فكمان دعم الجمعيه السوريه للمعلوماتيه كان مهم جدا، ومنصة افتراضية وطنية لشركة إليسير كمان كانت حامية للأمن الافتراضي تبعنا. اليوم مؤسسة سعادة للثقافة يلي بتجمع كثير من السوريين واللبنانيين داخل وخارج يعني وبكل أنحاء العالم، أشخاص متقدمة جدا بمجالات المهنية. فاليوم أتاحت لنا مجال كل هالشراكات، بالإضافة طبعاً للخبراء اللي إجونا من جامعة دمشق ومن داخل سوريا، أتاحوا لنا مجال لنتعرف على كل المجالات، سواء في مجال الصحة وشو المجالات الواسعة اللي أتاحت لنا إياها، مجالات الهندسات بشكل كامل، مجالات الفنون وأنواعها. اليوم ما عاد الفن موهبة فقط وأمر موازي لأي مهنة، اليوم أصبح الفن فيه جزء كتير كبير من مجالات مهنية ومهنية متخصصة. فاليوم العالم الفني واسع، من المسرح، من التمثيل، من الإخراج، من هندسة الضوء والصوت وإلى آخره، يعني الأوركسترا، المجال الموسيقى أصبح فيه تخصصات مهمة جدا. فاليوم ما عاد الطالب محدود بالترتيب اللي بالنسبة له هو الأفضل كترتيب علمي من الأعلى إلى الأخفض. غير شوي هالموروثات. أنا أعتقد نحن لازم ننفتح على عالم مليء بالتخصصات الكبيرة. هذا بيساعد مستقبل سوريا بتوسيع خيارات الشباب لمجالات كتير واسعة وكبيرة. التخصصات اليوم يعني تعتمد على معرفة الشباب لأنواع ذكاءاتها، لأنه عند كل فرد في على الأقل 3 أنواع من الذكاءات من أصل 9، وهي منا حكر على تجميع العلامة. يعني اليوم العلامة العالية ما بتعطينا انطباع على أنواع ذكاءات ممكن تحدد موهبة عالية لشخص يقدر يبدع فيها في مجال من المجالات. أنا بعتقد من المفيد اليوم لبلدنا أنه يقدر يرجع يراجع المنظومة الانتقال من المدرسة إلى الجامعة، من البكالوريا للجامعة بطريقة تانية. ربما بكتير أنظمة عالمية اليوم في 3 مواد تفضيلية، يعني أنا اليوم بشو بحب أكتر شيء، بحب الرياضيات، بحب اللغة العربية، بحب الفنون، فلازم لاقي 3 مواد تفضيلية تعطيني الجزء الأكبر من العلامة والباقي هو الجزء الثاني، وبالتالي هي بتتيح لأنواع ذكاءاتي لأنها ترجح. فبيصير عنا اليوم الدخول إلى حقل العمل والمجال المهني بناء على قديش نحن قادرين نبدع بهذا المجال. الإبداع بيكون لما نحن نختار مهنة منحبها 100%. فهيك أنت بتتيحي المجال لكل أنواع الإبداع أن فعلا نتحقق حضورها وتحقق ذاتها. قديش مهم هذا الحكي ست ماريا، ونحن بنشوف بيعلى الصوت بهي الفترة خصوصا بتقديم البكالوريا، بتصير في طروحات دائما لتغيير الطريقة اليوم للطالب كيف ينتقي في المسار المهني. في كتير مبادرات وهذا سألتك عليه تحت الهواء، أنه دائما المبادرات كمان عم تنشط أنه بعد ما يخلص الطالب بكالوريا ببلشوا بيعرفوا طلب على الاختصاصات الجامعية. أنتوا حبيتوا تبلشوا من سن مبكرة، صحيح. خلينا نحكي عن هاي السن وشو السبب والدافع لهذا الموضوع. صحيح.
طبعا البرنامج موجه ابتداء من صف التاسع او العاشر، يعني من هون بنقدر نطلع. اليوم لتعرفي الشخص على حاله وشو المواهب يلي عنده، شو انواع الذكاءات يلي عنده، شو المهارات يلي عنده وتطوري له اياها، من هون بتبلشي بتدخليه لعالم انا شو بدي اعمل، انا شو حلمي. لما بيكون عنده الحلم فهذا هاجس ليقدر يخليه عنده الرغبة وعنده الإرادة إنه يشتغل على حاله أكثر. فالبرنامج الأول تبع يافعين فاعلين التدريبي نحن بنبدأ عادة من الصف العاشر أو ربما التاسع، فهيك ببلش الطالب يتعرف على حاله أكثر. لما بيفوت على نادي أجيال ببلش بيمارس أو بيختبر كفاءته يلي هو شافها بحاله، ببلش يشوف أنا إيه بقدر دير مشروع، ولا أنا بقدر بشتغل بإعلام المشروع، ولا أنا بقدر بروح بحكي مع الناس لحتى أعرف عن المشروع، ولا أنا. فهون ببلش بيلاقي حاله وين مكانه من هذا المجال، مو بس اختار المجال، اختار مكانه فيه، هو ليدر ولا تنفيذي ولا تواصل. فهون ببلش بيدور على حاله، ببلش بيختبر، بصير عنده هي الخبرة، فبتهيئه الحقيقة للمرحلة يلي بده يفوت فيها على البكالوريا، فبيكون مركز تماما على هو شو بده. بعدين في مرحلة من المراحل نحن بنشتغل فيها على يعني إيضاح فكرة شو يعني مواد عم بيدرسها بالجامعة وشو تطبيقاتها على طريقة تفكيره بالحياة الثانية. شلون بتدخل الرياضيات بتفكيره؟ ليش هي الفيزياء؟ شلون بيستخدمها بحياته العملية؟ شو هي باقي المواد؟ ليش أنا اليوم لازم أتعلم لغة عربية؟ لأنه أنا لازم أوقف بمرحلة من المراحل أطلع على التلفزيون لحتى كون متمكنة من اللغة تبعيتي، لازم أقوم أعمل كلمة أو مقال أو أكتب شيء بحث علمي عن الشيء اللي عم أقدمه. وبالتالي كل المواد هي ضرورية ومفيدة لكل طالب، فما بيصير يقول أنا ما بحب العربي ولا ما بحب الرياضيات ولا ما بحب، لا، أنا لازم أعرف كل هاي شو بتفيدني لحتى أقدر. لازم أعرف تاريخي، لازم أعرف التاريخ، لأنه التاريخ هو مادة أساسية بكل مجال. اليوم مثلا بالهندسة المعمارية أنا ما بقدر طور إذا ما عرفت تاريخ الهندسة، وتاريخ الهندسة بيعتمد على التاريخ يلي بدرسه بالمدرسة بالأساس. وبالتالي المواد العلمية وإسقاطاتها على حياة المهنية للطالب مستقبلا كتير مهم أنك توضحي له إياها، بالإضافة للمهارات، مهارات الحياة يلي هي التفكير الإبداعي، يلي هي مهارات التواصل مع الآخر، يلي هي تطوير الذات، أقدر أحكي قدام الجمهور. اليوم تعزيز ثقتي بنفسي من وين بيبدأ، اليوم العمل الجماعي كيف، العمل التطوعي كيف تعززي له يا، بالإضافة لمجموعة من القيم يلي عم نحاول نشتغل عليها. بما معنى اليوم أنا ما بيكفي أني يكون عندي مهارات تواصل سليمة لأتواصل معك أو لأبني معك علاقة سليمة، لأبني معك علاقة سليمة أحتاج إلى أدوات تواصل صحيح يلي هي مهارات التواصل، لكن أنا بحاجة لمجموعة قيم من المصداقية، من احترامك، من الثقة، من الشفافية، من هالمجموعة القيم هي اللي بتخليني أقدر أبني علاقة سليمة. من احترام الاختلاف مع الآخر، فنحن قدي بحاجة لدمج هاي المهارات بالإضافة لمجموعة القيم عند هذا الجيل الشاب تحديداً يلي هو رح ينطلق لمستقبله. خياره اليوم بمستقبله هو يتعلق بمستقبل بلد، وبالتالي هدول الشباب اليوم لما انطلقوا بهالبرنامج، لما قعدوا بمدرج جامعة دمشق شعروا بعراقة تاريخ جامعة دمشق، شعروا بأنه هالخبير يلي عم يطلع له اليوم من أمريكا ولا من أي بلد بالعالم عم يقول له أنا درست في جامعة دمشق وتعلمت وأساس يعني معرفتي لهذا الطب أو لهالمهنة هي تبعيتي كانت جامعة دمشق. فقديش لازم تحسسه بفخر بارتباطه بهالمكان، قديش بتعطيه رغبة بأنه يقدر فعلاً ينتمي لهالمكان ولجامعة دمشق، ليقدر يرجع لحضن جامعة دمشق أو يقدر ينطلق منها إلى العالم ربما ليقدر يرجع يفيد بلده
في النهاية. ما في أحلى من هذا الكلام يلي نحن عن جد منحس إنه كتير فخورين فيه لما الطالب أو الشاب والصبية بيكونوا عارفانين شو بدهم، قادرين يطوروا مهاراتهم. كثير من الأشخاص يمكن عندهم بذرة إبداع لكن ما بيعرفوا يوجهوها بشكل سليم، للأسف بتموت وبتندثر هاي البذرة قبل ما تطلع للحياة. إذا بدنا نحكي عن الداعم الأول لهدول الشباب والصبايا، فينا نقول الأهل قد ايه كان عندهم ثقة بأطفالهم بأولادهم، وبنفس الوقت رغبة إنه هن يوقفوا جنبهم ويدعموهم أكثر لحتى مثل ما قلنا يكون مستقبلهم رائع وينعكس هذا الشيء على بلدنا سوريا. صحيح صحيح، طبعا دور الأهل هو دور مهم جدا، ودور المدرسة هو دور مهم جدا، وبالتالي العلاقة نحن مع الشباب تستكمل مع علاقتنا أو مع التواصل الفعال سواء مع إدارة المدرسة أو مع الأهل. فجزء من البرنامج اللي عم نشتغل عليه فيه جزء خاص بربط الأهل مع الشباب، يعني كمان علاقة الشباب اليوم بالأهل صارت علاقة مع التكنولوجيا، بتلاقي الكل على الموبايل بس بده يطلع، بتحكي معه بتلاقيه ملتهي بشي، فخف التواصل مع الأهل. نحن إلى أي مرحلة قادرين نرجع نعزز أو نضيق على أهمية علاقة التواصل مع الأهل والتواصل السليم؟ فهذا شيء جزء من البرنامج يلي قدمناه للمجموعات الثلاثة الأوائل يلي دربناهم، وهلأ لاحقاً بالصيف رح يتكفى مع المجموعات الثانية. العلاقة مع المدرسة هي علاقة كتير مهمة. هون الحقيقة لما عم نشتغل على برنامج جديد عم نلاقي مين هن المدارس يلي منتبها لهالموضوع، وقديش عم تتلقف هالبرنامج بأهمية، ومين هن يلي بيفتحوا لك دغري الباب وعرفانين أو عندهم ثقة بأنه في برنامج جيد، في مدربين مختصين، في خبرة بمجال التعامل مع هذا الجيل ومع هي الفئة العمرية. هذا كلياته بيحقق لك مصداقية، وبالتالي دخولك للمدرسة والتعاون مع الكادر المدرسي هو مهم جدا. قديش مهم هذا الحكي، عندنا جيل جديد طالع مثل ما ذكرتي ببداية حديثتك طالع من الحرب، ان احنا نقدر نوجهه اليوم في اختصاصات جديدة يمكن ما أنا موجودة بعدها بالجامعات السورية. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا السيدة ماريا سعادة حضرتك رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي التنموية، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم ولاهتمامكم بالموضوع. كل الشكر لك. شكرا جزيلا.